السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيقاظ جبيرة الوحدة ثالثة الأسبوع الثالث الهمزة الهمزة المتوسطة على الواو أسماء الإشارتية المفعول به ظاهر وضمير مجال هوايات تطبيقات الكتابية أنجز على ضفاري واحد أرسم والهمزتان الناقصتان في الكلمات الآتية رسما صحيح. لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. نعم. شو شؤون شؤون الهمزة فيها نكتبوها الواو. هنا كنهضروا على الهمزة المتوسطة نكتبوها على الواو. لماذا؟ شنو السبب؟ لأن أولا أنها مرفوعة وقبلها دم مضموم. الحرف اللي قبل منها مضموم. سؤال نكتبوها هي همزة متوسطة نكتبوها على واو فهي لأنها مفتوحة وقبلها سكون مضموم. سؤال قبلها مضموم. اذا لك مفتوحة شكون يتحكم فيها؟ كيتحكم فيها الحرف اللي قبل منها، خاصو يكون مضموم عاد تكتب لك على الواو. هي الا كانت الهمزه مفتوحه كما كتشوف خاص الحرف اللي قبل منها خاصو يكون مضموم. الا كان مضموم عاد تكتب على الواو، الا ما كانش مضموم ما تكتبلكش على الواو. الا كان مفتوح مثلا تكتب على الالف، الا كان مجرور تكتب على الياء. صافي. هنا هي كتحكم في راسها، علاش؟ لانها هي مضمومه مفتوحه ما هي مفتوحه مضمومه هي فيها الضمه شو او 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 او, أو. مضمومه هي كتحكم في راسها، هي تكتب لها الواو. مرؤوس تكتب الهمزه متوسطه على واو. الواو علاش؟ لانها مضمومه مضمومة هي كتتحكم في راسها. وعاد قبل منها شنو كاينه؟ سكون ساكن، ولكن هي اللي كتتحكم في راسها. انا او انا او نكتب أن تكتب على انا او انا قلت لك انا سميتي او هكا. ركزي معنا لينا انتوما الاصدقاء ديالنا. انا او نكتب على الواو على الواو انا كتتحكم في راسي. الا إيه كانت مفتوحه او لا عندي سكون او مفتوحه او لا رؤ شنو فيها؟ سكون او لا بحال هنا فيها فتح. اذا الا كان فيها سكون او لا فتح شنو كتقول لك؟ والحرف اللي قبل مني هو اللي يحكم فيه الحرف اللي قبل مني قبلها خاصو يكون هذا اللي قبل مني. شنو خاصو يكون؟ فتح مضموم خاصو يكون مضموم. انا مفتوحه او لا ساكنه خاص اللي قبل مني خاصو يكون مضموم باش يتحكم فيا باش تكون انايا على الواو. اذا كنت مفتوحه او ساكنه يجب ان يكون الحرف الذي قبلي مضموم حتى اكتب على الواو. اما اذا كنت انا مضمومه فانا اتحكم في نفسي، يعني قبل مني يكون مفتوح مسكون سكون ساكن زعما ساكن او مضموم فانا اكتب على الواو. قبل مني يكون فيه فتحة أو لا ساكن أو لا ضمة فأنا أكتب على الواو. لكن إذا كنت أنا الهمزة المتوسطة أنا كتكلم هيك تقول أنا اللي كنت مفتوحة أو لا مسكونة خاص الحرف اللي قبل مني خاص يكون مضموم. أملأ فراغات النص بهمزة مناسبة. أعلن المس قول مسؤول كي جايه على الواو علاش؟ لانها هي تحكم في راسها لانها هي مسؤول لانها هي مضمومه. في المدرسه على موعد الرحله حدد لكل ما سيؤديه. جات على الواو مفتوحه ولكن قالت لك شوف شكون اللي قبل مني كي داير خصو خير شنو خصو يكون؟ لكن انا مفتوحه خصو يكون كما قلنا مضموم
موم هو سيو يو 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 اديه. بالتالي فقلت انا مفتوحه ولكن راه اللي قبل مني مضموم، اذا نكتب على الواو. كلف رؤوفا رؤوفا، بالتالي ف كي جات الهمزه على الواو علاش متوسطه؟ لانها مض مضمومه، تحكمت في راسها قبلها مفتوح. بالمؤني المؤني جات على الواو لانها مفتوحه، ولكن قالت لك شنو؟ خاص الحرف اللي قبل مني خاص يكون في ضم، ضم مضموم. اذا المو مو مو مؤني. وفؤاد وفؤاد فؤاد، هو ثاني كيدير هذا فؤادا وفؤادا، يعني جات مفتوحه وهمزه متوسطه على الواو. لماذا؟ لان قالت لك مفتوحه ولكن شو القبل قبل مني كيداير قبلها مض مضموم. فؤاد بتحضير الطعام وخديجه بنصب الخيمه مقوباله منظر طبيعي خلاب. اضع خطا تحت الضمير المنفصل، خطا واحد ضمير المنفصل وخطين تحت الضمير المتصل. انتما، انا كنهضروا علاش ضمير متصل ومنفصل، علاش قالوا ضمير، علاش قالوا هنا ضمير متصل ومنفصل؟ انا كنهضروا على الفا فاعل، على الفاعل هنا، ركز معايا على الفاعل، فاعل. انتما اذا هذو راه ملي قاموا، شكون هما انتما؟ اذا انتما، اذا شكون انتما؟ انتما هما اللي هما اللي درتوا الفعل، هما الفا فاعل، فاعل انتما. اذا فهو ضمير لاصق معاه ولا منفصل؟ ضمير متصل ولا منفصل؟ انتما واش ضمير متصل ولا منفصل؟ فهو مو متصل منفصل. انتما بوحديته، انتما انتما كنشيرك بصبعي انتما، فهو ضمير منفصل. انتما لعبت، لعبت مع، لعبت انتما لعبت اذا فهي انتما فهي ضمير لعبتما فهي ضمير متصل لاصق مع الفعل هي مباراة ممتعة. موسوعتك مفيدة جدا، موسوعتك انا اذا انا اخاطبك كنخاطبك، انا كنخاطبك انت انت ك ك. موسوعتك اكلتك لعبتك موسوعتك، فهي هنا الكاف شنو هي؟ كاف هي كاف الخ الخطاب. موسوعتك مفيدة جدا، موسوعتك فهو ضمير لاصق اذا متصل متصل. راقتني رسومات الفنان، راقتني راقتني ني اي اي اذا متصل هي متصل. الضمير المتصل كديروا الشرطات علاش؟ لانه ليا ديالاش ياء ال المتكلم، المتكلم راقتني انا اللي كنهضر، راقتني اعجبتني راقتني، اذا فهي ياء المتكلم. رسومات الفنان اذا فهنا ضمير متصل مع الفعل. اقرأ ثم اكمل بالضمير المناسب. ايها التلاميذ، ايها التلميذات عفوا، ايها التلميذات عليكن، هنا عليكن هذه حافظه هذه، عليكن بالاجتهاد والعمل الدؤوب ليكون عرضكن. نون النسوة كنتكلموا مع النسوة جمع أنا تسلم عليكن ليكون عرضكن في المستوى، في المستوى المطلوب. وأنتم أيها التلاميذ، هنا هنا ماشي هذو راه جمع مؤنث، هذو جمع مذكر. التلاميذ أوصيكم بالتركيز في المباراة لتنالوا لقب الدوري. صافي. أقرأ جملة فعلية وأصلها بنوع المفعول به. يجمع وائل أوراق الأشجار، المفعول به ضمير متصل، المفعول به اسم ظاهر. نقولوا إذا نقدروا على المفعول به، إذا ماذا؟
ماذا يجمع وائل؟ يجمع وائل أوراق. أوراق شنو كيجمع؟ كيجمع الأوراق. إذن أوراق فهو هذا هو مفعول مفعول به. به فهو المفعول به اسم ظاهر. اسم ظاهر. يجففها ويلصقها على دفتري. ماذا ماذا يجففه؟ يجفف هذيك الاوراق. زعما ما كاينش اوراق ما بينش، ولكن الهاء ديال ها الهاء تعود على الضمير الغائب. ها هي زعما عليها هي. ماذا يجفف؟ يجفف ها يعني الاوراق. ها يجففها فهو فهو ضمير متصل. ضمير متصل. ويلصق راه كاين جوج افعال، يجففها ويلصقها. ها هاد الهاء وهاد الهاء فهما تعود الى الاوراق، فهي ضمير متصل. يكتب اسمها على اوراق على الصفحات المقابله. ماذا ديما طرحوا السؤال يكتب. ماذا يكتب؟ يكتب اسمها. اسمها فالمفعول فين؟ فين المفعول به؟ فين هو؟ طرح السؤال. ماذا يكتب؟ نقولوا اسم 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 يكتب اسم الاوراق. حيدي لها حيدي لها يلا حيدي لها ندروش لها. يكتب نقولوا يكتب اسم الاوراق. يكتب وائل اسم الاوراق. اذا يكتب فعل مرفوع، فعل يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره الاخيره. يكتب وائل هو الفاعل مرفوع بالضمه الظاهره الاخيره. مثلا هذا بغينا نفصلوها مزيان. يكتب وائل اسم الاوراق على الصفحه المقابله. يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره الاخيره. وائل مرفوع فاعل مرفوع بالضمه الظاهره الاخيره. اسم مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره على اخره. هيا صافي. اذا ما هو الفعل المفعول به؟ فين هو؟ قلنا مفعول به ضمير متصل. ضمير متصل. اسم مفعول به اسم ظاهر. واو. ماذا يكتب؟ يكتب اسم. انشئ ثلاثة جمل فعلية فوق ما هو محدد في الجدول. المفعول به اسم ظاهر، المفعول به ضمير متصل، المفعول به اسم ظاهر. مفعول اسم ظاهر. ديروا شي كلمة. قولوا تو مارسو. نبدل المدرسة هي اللي كتمارس السباحة. آية تمارس. آية تمارس فعل. تمارس فعل مرفوع بالضمة الظاهرة. هذا هو الإعراب ديالو. آية فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. آية تمارس السباحة. آية السباحة. السباحة ت فهو مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو اسم ظاهر. اسم ظاهر هو اسم ظاهر. هو اسم هو اسم ظاهر كما قالوا لنا هنا. هنا مفعول به ضمير متصل. ضمير متصل. سجلها. سجلها في نادي الرياضة. في نادي المدرسة. سجلها. سجل زعما الأب البنت. سجل ماذا سجل؟ نقولوا سجل البنت. سجل ها. ها هي ضمير متصل. ضمير متصل هي ديالها. المفعول به هنا اسم ضمير ضمير متصل. الى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.